وصل هذا الأسبوع للعاصمة أديس أبابا الوفد الطبي المصري التاسع، والذي يضم في عضويته 17 فردا في مختلف التخصصات الطبية والصحية كالعظام والأورام والنساء ومكافحة العدوى، للعمل في مستشفيات العاصمة أديس أبابا في كل من مستشفى رأس دستة يكاتت أسرهولت أليرت وخارج العاصمة في إقليم أوروميا في مدينتي تشيرو وأنديرو. القافلة الطبية المرة دي معاها تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة الأورام وجراحة النساء وجراحة العظام والجراحة العامة. أي كم هو عدد الوفد دكتور وائل؟ 17 طبيب. رأينا أن هذه المرة هنالك بعض التخصصات التي تعتبر مختلفة عن الجولات السابقة أو الوفود السابقة، ما هي الإضافات التي أضفتموها خلال هذه البعثة؟ هي البعثة المرة دي بتغطي منطقة أديس أبابا ومدينة شيرو ومدينة نديجو، وإحنا بنحدد الأطباء العدد والتخصصات طبقا لطلبات المستشفيات. فعندنا نديجو وتشيرو طالبين تخصصات مختلفة، يعني نديجو طالبين الجراحة والنساء والتخدير، تشيرو طالبين الجراحة والنساء والتخدير والعظام، الأديس أبابا طالبين الجراحة وجراحة الأورام. فعشان كده التخصصات مختلفة طبقا لاحتياجات كل مستشفى وقائمة الانتظار الموجودة. واحنا اصلا غرضنا الانهاء والقضاء على قائمة الانتظار عشان المريض الاثيوبي على طول اللي هو ما ينتظرش مدة لغاية ما المرض يسوق عنده. وان شاء الله دوت نعتقد ان احنا ساهمنا جزء كبير. كان عندنا مستشفى مينيليك حاليا ما فيهاش قائمة انتظار، هم شغالين كويس واحنا شغلنا وساعدنا في جزء وهم ما شاء الله عليهم. يعني دكتور وائل، راينا ان هنالك ايضا تدريب لمكافحه العدوى، هل يعتبر استمرار للدورات السابقه او اكمال للدوره السابقه ام هنالك متدربين جدد؟ هو تدريب مكافحه العدوى بدا ب 31 من العاملين في وزاره الصحه الفيدراليه الاثيوبيه، ودول لمده 6 اسابيع. دي دوره يعني دبلومه كامله، شهاده رسميه عالميه، بندي على هامش كل قافله اسبوع. بعد الاسبوع بيرجع مستشفيته يطبق اللي نفذه وبيختبر تاني في الاسبوع اللي بعديه. في عنده 5 اختبارات، الاختبار الاسبوع الاخير اللي هو السادس المره اللي هو في القافله القادمه ان شاء الله هيكون معاه دبلومه مكافحه العدوى، وان شاء الله دوت هيكون نواه لفريق مكافحه العدوى قوي على مستوى اثيوبيا كلها، يدرب ويعلم ويطلع من وراء اجيال ويحسن مكافحه العدوى في المنشات الصحيه الاثيوبيه. دكتور وائل الحلواني، الدولات أو الجولات السابقة كانت داخل أديس أبابا فقط، ولكن رأينا الآن إضافة لبعض المناطق خارج، هل هي تأتي بناء على طلب المناطق أم بناء على التنسيق مع وزارة الصحة الأثيوبية؟ وزارة الصحة الأثيوبية بتنسق مع المناطق طبقا لاحتياجاته. وعشان كده احنا قبل كده كنا في دبرازيت وبعد كده في بحر دار وبعدين في ميتو ونكمت، والنهارده احنا في شيرو ونديجو، والمره الجايه ان شاء الله في امهاره وغيره، في حاجات كتير قوي. فاحنا من ضمن خطتنا وخطه وزاره الصحه الاثيوبيه تغطيه الاماكن البعيده، لان يعني المريض الاثيوبي مش كله بيقدر يجي قد سبب عشان ياخد الخدمه الصحيه. فاحنا برضه احنا نحب ان احنا نطلع لهم في جميع المناطق، واي ومن خلال التلفزيون الاثيوبي احنا نقول اي منطقه محتاجه ان احنا نساعد في اجراء العمليات او اي خدمات طبيه موجوده عندهم يقدروا يخاطبوا وزاره الصحه الفيدراليه دكتور ابراهام منجستو، وان شاء الله احنا نكون مستعدين في اي وقت نؤدي اي فريق باي عدد في اي مكان في اثيوبيا. حقيقة هذه المهمة هي مهمة لهدف نبيل، هو تخفيف المعاناة عن المرضى وتخفيف المعاناة عن أشقائنا في إثيوبيا. هذا هدف نبيل وعظيم، وهذا الهدف يسهم في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. ولذا فأنا أعتبر أن هذه المجموعة من المتميزة من الأطباء المصريين هم سفراء حقيقيون لبلدهم لدى إثيوبيا الشقيقة. سعادة السفير، دوما تتابع معنا تتبع أو نشاط الغوافل الطبية المصرية في أديس أبابا، والتقيناك عدة مرات، والآن نرى أن هذه الغافلة الآن في مستشفى راس دستة وفي تخصصات مختلفة، كيف ترى دعم أو نشاط هذه الغافلات في دعم العلاقات بين البلدين؟ حقيقة أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها العلاقات المصرية الأثيوبية وهي مرحلة تتسم بالإيجابية والرغبة المشتركة في تطوير العلاقات في كافة المجالات، أعتقد أن هذا المجال يمثل
أمرا حيويا في تطوير العلاقات. الأطباء الذين يأتون إلى هنا هم يأتون باقتناع وبحماس، اقتناع بأنهم يأتون لمساعدة أشقائهم في دولة شقيقة وعزيزة، وحماس لتطوير العلاقات مع هذا البلد ومع هذا الشعب الشقيق. ولذا أعتقد أن هذه القوافل الطبية تقوم بدور هام ودور حيوي، خاصة أن لدينا في مصر خبرات طبية متميزة ويمكنها أن تقدم خدمة طبية يحتاجها أشقاؤنا وإخوتنا وأخواتنا في هذا البلد العزيز. وبالتالي أعتقد أن هذه القوافل المتتالية تؤدي دورا هاما في تطوير العلاقات، ونحن أيضا نعتزم أن نواصل هذا التعاون وأن نطوره إلى مجالات عديدة ومتشعبة من مجالات العمل الطبي والخدمات الطبية. وقام الوفد بإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية لمرضى الأورام والأورام السرطانية بمستشفى رأس دستة بأديس أبابا، الشيء الذي وجد قبولا كبيرا لدى المرضى الأثيوبيون. احنا سعداء باستضافتكم لينا، الحقيقة الأثيوبيين ناس طيبين جدا، وبسطنا جدا في إقامتنا عندكم. دي يمكن ثالث زيارة لي أنا شخصيا هنا، وأرجو أنها ما تبقاش الأخيرة، يعني نسعد جدا بالمجيء الأثيوبي. دكتور، أنت الآن تعمل في مجال الجراحة وجراحة الأورام، كيف وجدت الحالات في أثيوبيا بصورة عامة؟ بصورة عامة احنا بنشوف حالات هنا متقدمة شوية، وفي حالات كتير من حالات الأورام برضو، وإحنا بنعمل عدد مش قليل من الحالات. يمكن إحنا عندنا دلوقتي حالة سرطان معدة هتخش دلوقتي، عملنا الصبح حالتين غدة درقية، ولسه عندنا لستة كبيرة، فبنشوف فرايتي كبير من الحالات، نوعيات كثيرة من الحالات هنا. كيف وجدتم المستشفيات الأثيوبية؟ هل التهيئة في المستشفيات الأثيوبية يواكب التهيئة في المستشفيات الخارجية أو لإجراء العمليات الجراحية؟ والله انتوا المستشفيات الاثيوبيه فيها امور، فيها حاجات فيها نقص، ولكن بيعوضها العامل البشري، العنصر البشري. احنا عجبنا جدا بالعنصر البشري والتمريض على صوره عاليه جدا من الكفاءه، ولكن هناك نقص في الامكانيات وهناك نقص في التجهيزات الطبيه. دكتور، راينا ان هنالك عدد قليل من المرضى فقط، هل لم يتم هنالك او لم يتم اعلام مسبق للمرضى عن جراحه الاورام؟ لا يوجد عدد قليل من المرضى، بالعكس احنا عندنا عدد كبير من المرضى. احنا عندنا النهارده حوالي 12 حالة في الليستة، ده عدد كبير لان احنا بنشتغل على اوضتين بس، فده عدد كبير مش قليل. بالعكس في ويتنج ليست عندكم هنا في المستشفى ومفيش مشكلة في عدد الحالات. ما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال اجراء بعض العمليات الجراحية في مستشفيات أديس أبابا؟ يمكن اكتر حاجة التجهيزات الطبية، بعض الاعطال في الاجهزة الطبية دي بتواجهنا مشكلة، ولكن بنحاول نتصرف ان احنا نقوم بالاصلاحات، واحنا يمكن في بعض القوافل بنجيب معانا مهندسين وبنحاول نعمل اصلاحات للاجهزة الطبية الموجودة. هل الكادر البشري الاثيوبي يستطيع ان يواكب الكادر البشري المصري او القادمين من الخارج؟ الحقيقة من اكتر الامور اللي عجبتنا هو الكادر البشري الاثيوبي بالذات على مستوى التمريض. عندنا لقينا مستوى عالي جدا من التمريض في المستوى بتاعهم، والاطباء برضو مستواهم كويس مش وحش، بس هو في نقص في الاعداد، يمكن هو دي المشكلة الاساسية اللي بتواجهكم في اثيوبيا. والله هو امس احنا انا اجريت من امس واليوم احنا اجرينا عمليات اورام في الغده الدرقيه. الحقيقه امبارح احنا عشان كنا جايين من المطار على طول على هنا، فاجرينا عدد قليل من العمليات، يعني انا وزميلي الدكتور احمد القاصد اجرينا بس 3 عمليات، لكن احنا من النهارده الحقيقه هنكمل بقيه الليسته. فانا عمليتين، اخر عمليه دي اعتقد ان هي برضو التحليل الباثولوجي هيظهر ان هي كانت ورم في الغده الدرقيه، واحتمال يكون ورم غير حميد. هل واجهتكم صعوبات في التعامل مع الكادر البشري الاثيوبي في المستشفيات؟ الحقيقه نهائي، الناس هنا متعاونه جدا، واحنا كل مره واحنا ماشيين يعني الود اللي بيسيبوه لنا او الذكرى اللي بيسيبوها لنا، وبالذات في الاخر كده هو بيعملوا لنا حفله وبنحس ان احنا في وسط اهالينا. فالحقيقه هم متعين جدا وقابلين جدا للتعلم لو حاجه بتقولها. فالحقيقه احنا ما عندناش اي صعوبات بنلاقيها هنا في المستشفيات الاثيوبيه. كيف وجدتم تقبل الاثيوبيين لاجراء هذه العمليات؟ مش عارف انا، بس انا الحقيقه
يمكن تاني او ثالث مرة كان ليا هنا، هو ابتديت احس ان بقى في من الاستاف بتاع المستشفيات بيجيبوا بعض قرايبهم. يعني انا في مستشفى كتير عملت للبعض قرايب، فمعنى ان انت تجيب قريبك او تجيب صديقك او تجيب حاجة، ده معناها ان ابتدت تتولد ثقة بيننا وبين الناس اللي موجودة. دكتور حسام، نعطيك مجال لكلمة اخيرة. والله انا نفسي احنا شعوب ليها حضارة. شعب اثيوبيا ده شعب حضارة قديمة احنا بنرتبط بيه من زمان، من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا لما جه في مكان علشان يمشي يهاجر، المكان الوحيد اللي اختاره هو اثيوبيا، لان كان فيها ناس ودودين وكان فيها ملك عادل. فاحنا الحقيقة شعوب قديمة ذات حضارة، مفروض مصر واثيوبيا يبقى وضعهم العالمي ووضعهم في الخريطة العالمية احسن من كده بكتير. عندنا جميع الامكانيات البشرية والفكرية والحضارية، الحضارة دي ده رصيد ومخزون بتاخد منه. اعتقد ان ده ممكن قوي ان احنا، وانا شايف ان الكلام ده بيحصل هنا في اثيوبيا، واتمنى ان احنا بعد الثورة اللي حصلت في مصر نبتدي نمشي في نفس الطريق كده هو، ويبقى في تقدم عالي. وعمدى نجاح نشاط الوفد تحدث عددا من العاملين في الحقل الطبي الاثيوبي مستشفى رأس دستة وعن الجهد والنشاط الذي قدمه الوفد والعمليات الجراحية التي اجريت بالمستشفى. تحدث الدكتور ابراهام سناكي المدير الطبي بمستشفى رأس دستة قائلا: يجب كمنا ودن كأسرة زي متور دولة لأرات تنية كزي ممتعتنو بزي بخوصف تالات. هذه هي المرة الرابعة التي يأتي فيها الوفد الطبي المصري إلى مستشفانا، وقد قاموا بعمليات جراحية كثيرة في الماضي من خلال جراحين متخصصين ولهم خبرات عمل طويلة، وقد تم الحصول على الخبرات من هذا الوفد. وهناك من المرضى من هم في انتظار الحصول على هذه المساعدة الجراحية النوعية، ويساهم هذا الوفد في التقليص من أعداد المرضى من خلال علاجهم وإجراء عمليات لهم. ويقوم الوفد الطبي بأعمال طبية جديرة بالثناء، وهم يلقون قبولا واستحسانا كبيرا من المرضى من خلال ما قدموه من جراحات بسيطة وكبيرة والتي قد تصل إلى استئصال الأورام السرطانية. ونحن نأمل في استدامة مثل هذه القافلات الطبية في الحاضر والمستقبل، وذلك لما يقدمه من خدمات جليلة للمجتمع، بالإضافة إلى أنها تثري تبادل الخبرات بين المهنيين الطبيين في البلدين. زلالم تلوي ممرض بالمستشفى تحدث قائلا: أنا أرى أن مجيء هذه القافلة الطبية المصرية يعزز من التواصل الاجتماعي والشعبي بين البلدين، ناهيك أن المرضى الذين ينتظرون لمدة طويلة أصبح بإمكانهم الحصول على عمليات جراحية في فترة أقرب. والتقت كاميرا القسم العربي بالمرضى الذين أجريت لهم العمليات الجراحية وتحدثوا قائلين: بس كاميرا هاي للنمر سلازي بس مجاد زيتا ملال شيء والناس بنت أصلا. أنا إنسانة عاجزة وليس لي من يعيني سوى الله، وأنا أحمد الله لوجودهم هنا لأنهم قاموا بإجراء العملية لي مجانا، وأنا أحمد الله أنني بخير بعد العملية. بعد مجيئي هنا وحصولي على عملية جراحية، أنا الآن أفضل حالا بعدما كنت أعاني لسنوات طويلة. دكتور وائل، نتوقع أن تكون هنالك إضافات عبر القوافل القادمة إن شاء الله، وأنت رئيس هذه القافلة والقوافل السابقة. طبعا حاليا في يعني تواصل يومي مع دكتور كابدا بوركو وزير الدولة للصحة، وبنفكر في كل ساعة ازاي نحسن، ازاي نوصل لعيان اكتر، ازاي نوصل خدمات اكتر. انت حضرتك ان شاء الله، انا عرفت ان عندكم ان شاء الله في مستشفى سان باولوس هيتركب جهاز اشعة مقطعية وجهاز رنين مغناطيسي. احنا ان شاء الله احنا هندرب الفرق ديت، فرق من سان باولوس، فرق من بلاك لاين، ندربهم في مصر عشان يوصلوا لتشخيص افضل شيء واحسن شيء. واي مجال في مجال الطب كله احنا مفتوحين للتعاون، وعلى وزي ما كنا من زمان احنا شعب واحد،
وتواصل قوي حضاري قوي. حضرتك 7000، حضرتنا 7000 سنه قبل ما يكون في عالم كامل خالص احنا كان عندنا تواصل. اعتقد ان عدينا فتره سيئه شويه للتواصل مش قوي. احنا غرضنا ان التواصل يكون موجود في كل حاجه، سواء في مش في الطب بس، يعني اقول انا هتكلم عن الطب بس، انما اعتقد مصر كلها مفتوحه. يمكن حصل بعد الثوره ان كل الشعب، الناس الشعبيين كله عايز يتواصل مع اثيوبيا. احنا عارفين ان هو دول، احنا بعدنا فتره، انما ان شاء الله احنا متقربين على طول ان شاء الله. دكتور، قلت في البدء ان هذه هي الزياره الثالثه لك، ما هي الاشياء التي لفت انتباهك في اثيوبيا؟ كبلد الجو جميل جدا، الناس مرحبين جدا، حسيت بطيبه الشعب الاثيوبي وعراقه الشعب الاثيوبي. هيك تعلم ان احنا نشترك بتاريخ طويل، اثيوبيا برضو من الدول اللي كانت قائمه دوله من الاف السنين، فده بيبان الحضاره الموجوده بتبان. طبعا معجب طبعا بالبلد كبلد، والا ما كنتش جيت تاني مره واثنين وثلاثه.